رضا اللي واقف بطوله احسن من اللي خمسه بيطبلوا له. حبيبي مين بتشوف ان الناس اللي بتطبل على السوشيال ميديا سبب نجاح لناس كتير ولا لا؟ ربنا يكرم الناس كلها ان شاء الله وانا ما بتكلمش على حد، وان شاء الله ربنا يكرم الجميع ان شاء الله، والسند ان شاء الله عامل حاجات جميله ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله. كلماتك دايما بتبقى ترند والناس بتاخدها وبقت حكمه وبتتكتف في كل الاماكن سواء للناس الاي كلاس او السي كلاس، انت بتشوف ده ازاي؟ يعني اما بقول مثلا الكلمات ديت بلاقيها جايه مع ناس كتير، بلاقي عريس فرحان، عروسه فرحانه، احنا ابطال لحد ما نبطلها كده. يعني اكتر حاجه شفتها لنجم كبير شاير الكلام بتاعك كانت ايه ومين اللي كلمك على ده؟ اللي كلمني على الجمهور، ما شفتش يعني النجوم كلهم على دماغي، بس الجمهور حابب الشعارات وحابب الغناء، بس الحمد لله. رضا انت محوط على حياتك الشخصيه ومش بتحب الناس تعرفها؟ يعني مش من النوع ان انا بروح اسهر، مش من النوع ان انا اقعد على كافي كده، في من بيت لشغلي ومن شغل البيت ان شاء الله. مصطلح الحظ، لو اغاني الحظ بتتقال في الـ في الـ في الافراح الشعبيه، خدت ايه منك وانت اديت لها ايه؟ خدت مني حب وخدت مني نجاح وسمعت كلامكم عني وانتم مين انا مش عارفكم، في حاجات كتير يعني ان شاء الله. بتشوف مين اللي ممكن ينافس رضا البحراوي الفتره دي؟ مفيش منافسين. ده غرور ولا ثقه؟ ايه غرور ولا ربنا وبعد كده ثقه.